انا هوريكم حاجه اعتقد يمكن معظمنا ما شافهاش. انا شخصيا اول مره اشوفها، مع ان انا بيني بين بيتي اللي عشت فيه حياتي كلها اللي هو في شارع المنيره في القصر العيني في سير زينب، حي المنيره، عشان احنا بنقول قصر العيني ليه؟ لانه في حي منيره تاني في امبابه، فدايما نقول منيره قصر العيني وفي منيره امبابه. مسافه بسيطه جدا بيننا وبين مصر القديمه، يعني ما فيش يعني 10 دقائق مشي. في سور مجرى العيون طول عمرنا عارفينه وقرينا عنه كتير، انه دوت عملوه عشان الميه، ياخدوا الميه من النيل ويطلعوها القلعه، وحاجه بتخدم الحكام وبتخدم الحاجات وبتاع. بس انا الحقيقه شفت منظر احب انكم تشوفوه معايا. يلا بينا. خمسين سنة والواحد أكتر كمان من 50، والواحد بيمشي من هنا رايح يعني السيدة عائشة ورايح مدينة نصر ورايح المطار، كله من هنا. هنا شعبان، مين اللي ماسك الكاميرا بتتحرك؟ ده معهد السرطان على شمالنا كده، يا ده معهد السرطان، وتحتيه طبعا نهر النيل على طول، ودي منطقة مجرى العيون. والحقيقة أول مرة من سنين طويلة، يعني أول مرة في حياتي أطلع المكان ده. ده كان أنا في باب حديد واتسرق بمعلمة، يعني اتسرق اتفك عادي خالص، يعني ما فيش أي كسر فيه ولا حاجة، واحد فكه وخده. وكان في سلم، ما أعتقدش إنه اتسرق، ما فيش سلم، ممكن يكون اتسرق برضه، بلاط حلو ينفع يستخدموه في أي تربة. هنحكي لكم بقى حكاية السور، والسورة بتتكلم، يعني السورة بتتكلم. وعلى فكرة من أول ما بدأت حياتي الصحفية سنة 78 وأنا سامع عن إنه هيقضبوا سور مجرى العيون وهيعملوا سور مجرى العيون، وعملوا فيه حاجات وشالوا حاجات وصلحوا حاجات، لكن انتهى المقال سنة 18 بعد 40 سنة من عملي في الصحافة، وأنا بسمع عن سور مجرى العيون إنه هيتجدد وهيتوضب بعد 40 سنة من الكلام. عشان كده في فرق بين الكلام وبين الفعل، هنا في فعل، أما الكلام بقى يعني لسه بنسمعه. واضح ان انا في تفاصيل كتير، وزي ما قلت لكم انه نفسي بحلم ان يبقى هنا في يافطه، في لوحه كبيره منقوش على الحجر عشان ما تتاثرش باي عوامل تاريخ وتعيش كتير، يتقال سور مجرى العيون انشئ في عهد صلاح الدين الايوبي، ثم طوره قلاوون سلطان قلاوون، ثم طوره قنصور غوري، ثم بهدله مين بقى؟ مفيش مره يكتبوا كده. في تفاصيل كتير بس الحقيقه خايف اتجول قوي، لانه ايه الحاجات العاليه بتزعجني. يا مينا خليك معاه، مينا هنخش الحته ليه ولا ايه؟ اسبقنا انت يا مينا، ماشيه. زي ما انتم شايفين، خليك معايا مينا، هنا برضو كان في باب حديد محترم اتسرق برضو بمنتهى الشياكه، يعني واحد فكه شال الباب وخده الناس، تمام. وزي ما انتم شايفين هنا في تفاصيل كتيره جدا. الفكره احنا لما بنيجي نصور الاماكن دي بقى حاجات متعلقه بقى، حاجات هندسيه. هو كان في هندسه طبعا، في هندسه وعملوا حاجات عظيمه جدا. أنا جاي هنا مش عشان بس أصور القمامة وأصور، لا 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 خالص، دي بالصدفة أنا ما أعرفش إن في الحاجات دي عند السور بالكمية دي، ولا أعرف إنه مهمل بالطريقة دي، ما أعرفش خالص، لأن أنا أول مرة في حياتي أطلع.
لكن عايز اقول لك ان في ناس في الحياه بتعيش تعمل حاجات حلوه، ناس بتفكر تقوم تعمل حاجات، تاخد الميه من النيل. النيل ده ما كانش هنا، النيل ده كان في شارع السد، مش كده اسمه شارع السد، كان هناك النيل. فالسور ده دي مرحله، المرحله الاخيره بتاعته اللي هم كبروه اكتر، النيل بقى هنا، فراحوا واخدين المايه من النيل بقى بسوائي وبنظام هندسي اظن بعضكم عارفه، تطلع المايه فوق عشان تروح القلعه. لكن قبل كده كان في مراحل تانية هنشوفها لما نطلع فوق. فبقول لحضراتكم انه انت لما بتعمل حاجه بتطور حياتك وبتطور بلدك وبتعمل حاجه كويسه، تقوم تيجي لما تشوف من اكتر من 800 سنه فكروا يعملوا هذا الصرح. ده صرح، تصور انت كده المكان ده في قهوه لطيفه نستطيع تشرب شاي وقهوه، وفي رسام بيرسم هنا، وفي كاتب بيكتب هنا، وفي عرض بالليل للتنوره تحتنا في الحته اللي تحت. بص يا مينا، شوف المكان تحفه وواسع وجميل، ويعني شويه بس لمسات، والله لمسات مش محتاج اي حاجه، ويبقى مكان سياحي من طراز رفيع. ممكن يكون في مهندس مثلا يكون اجنبي من المماليك، تركي، اي حاجه مش مشكله، يكون هو اللي هندس، لكن اللي بنى ده وتعب فيه الشعب المصري. عشان يعمل ايه في الاول خالص؟ الفكره الاساسيه هقولها لكم فوق، الدنيا حر قوي، اطلع مينا. لما عملوا قلعة الجبل وقرروا يعملوا سور عشان يحموا المدينة من الفسطاط وكده، جم بقى هنا ما عملوا قلعة، عايزين مية. مش هنا بقى، هنا مفيش ده لسه حاجة خالص، عايزين يطلعوا مية. فكان عندهم بير، يا نهار أبيض دي بتاعها غويطة أوي، إيه ده؟ وأنا واقف كده بخاف أصل المرتفعات. فعمك صلاح الدين بقى وقراوش لما عملوا أجيب مية، فما اعرفش مين دلهم على ايه، في بير اسمه بير يوسف، قال لك ده اصل سيدنا يوسف جه هنا، قصه كده، قصص بقى كتير. قال لك لا ده يوسف ده ابن صلاح الدين الايوبي وسمى البير باسمه. المهم ان هم حفروا في الصخر في القلعه امطار كتير جدا، اقل من 15 30 20 50 اي، يعني في الصخر، يعني بير معجزه في البناء، يعني معجزه في العمل اللي بيسموه ايه، البنى. وهنحاول نشوف البير دوت ونصوره لحضراتكم. البير ده بقى بدات ميته تقل او نضبت، المهم حصل مشكله، لانه الحكم بقى اخوات صلاح الدين الايوبي وبتاع حكموا من القلعه، بقت القلعه مقر الحكم، فيها امراء وناس وفيها زرع وفيها حاجات، فعايزين ميه. فعملوا اللي انتوا شايفينه ده، بس مش اللي احنا فيه ده، ده عملوا دي اخر مرحلة عملها قنصور غوري. قبل كده قلاوون عمل مرحلة، وقبليه صلاح الدين الايوبي في ظل حكم قراوش، وبعدين حكم سلالة محمد علي صلاح الدين الايوبي بعد كده، اللي هي الدولة الايوبية اللي هي خلصت بنجم الدين ايوب، وانتوا عارفين القصة وشجرة الدر بتاع، خلصت الدولة الايوبية. فاتعمل على ثلاث مراحل، هتوريكوا بقى الكاميرا هتمشي وتوريكوا المجرى اللي اتعمل عشان الميه تطلع تروح القلعه عشان تسقي الحكام وحشيتهم وقرايبهم ومعارفهم. هنا بقى دي كلها كانت سوائي، والجزء ده معايا مينا، الجزء ده كان بتقعد فيه الميه بقى، ها من الحته دي تطلع الميه من السوائي دي، بس طبعا اتدغدغت خلاص مفيش حاجه. وبعدين تمشي في المجرى اللي حوالين حضراتكم اللي طوله حوالي 3 كيلو، يعني هو يبقى ممشى كويس جدا، بس هو المشكله ان في حتت في نصه فاضيه.
اتكسرت لما اظن عملوا قطر حلوان دوت او كان يمكن قطر حاجه قبلها. هو ده بقى المجرى المائي، المايه بتطلع من هنا تمشي كده بقى. خليك معايا بقى مينا، اهي المايه ماشيه اهي، اهي المايه تمشي كده كده، وشوفوا عاملين لها حاجات مطالع ومنازل عشان تبقى الحركه بتاعتها سريعه، عاملين حاجات هندسيه دي. كيف تمشي لغايه هناك بقى؟ طبعا كل ده ما كانش معمول للشعب، الشعب كانوا بيتصدقوا عليه، فلان هتعمل سبيل وفلان يعمل سبيل ويدوهم شويه ميه وبتاع، لكن الشعب كان بيشتري الميه من الساقين. كانت الجمال تيجي هنا او في النيل اللي كان متقدم شويه قبل كده. هو مش عارف، انا حكيت لكم حكايه الدكتوره نعمات احمد فؤاد لما قالت بقى ايه. نعمات احمد فؤاد الكاتبه العظيمه عملت دراسه مهمه جدا، قالت المصريين النيل كان في شارع السد، فيبقى ما يدفنوش المصريين جنب النيل، تلاقي ترابهم دايما في الصحراء ما بيدفنوش. هتشوفوا الفراعنه مثلا عاملين فين، في الجيزه الهرم وبتاع، مش قريب من النيل خالص، بعيد خالص عن الميه. وبالتالي ما ينفعش تكون السيده زينب رضي الله عنها وارضاها موجوده في المقام ده، لان كتب تاريخ كتير موثقه بتقول انه السيده زينب ما جاتش مصر خالص. لكن انا مش عايز الاقي الناس اللي بتحب ام هاشم وبتحب تروحها، لانه مش ضروري تبقى هي تركض في هذا المكان. لا، انت بتروح لروح عظيمه جدا هي روح السيده زينب، فمش مهم خالص يكون في تحت جثمان او يعني اي حاجه، مش مهم خالص. روح واتبسط وحس ان السيده زينب موجوده وكل حاجه. بس التاريخ بيقول انه لا، عشان كان هناك ميه والمصريين ما بيدفنوش جنب الميه. وده ثابت بقى من كل الحاجات. انا بدات اخاف في الدور العالي دوت وهخش شويه كده. فكانوا بيعملوا ده لنفسهم. لكن سيبك، هم راحوا كل واحد راح لحاله وربنا معاهم جميعا. الفكره انه الحاجات دي لازم احنا بقى نستمتع بيها. يعني هم عملوها لمصلحه شخصيه، طب ما ناخدها احنا ونستمتع بيها. تصور انت معايا كده، لف معايا كده مينا. تعالى يا احمد يا سيد. تصور الناس قاعده هنا في ترابيزات او في قاعده على سجاجيد من اللي بتتباع في كرداسه وشلت، بلاش ترابيزات. وبياكلوا، حد بيعمل لهم فطير مشلتت، شويه عسل، انا بخاف اصلا من حاجه. وشربوا شاي، وفي المكان دوت اللي هو الميه ده يعملوا له خشب كده وناس بترقص وبتغني. فكره؟ والله فكره. شوف منظر جميل جدا، تعالى شوفوا النيل من هنا. هنشوف النيل من هنا. المكان فيه ريحه، ليه ريحه حلوه. الحجر ده بيديك حاجه، احساس جميل. بس يا سيدي احنا جينا بس يعني بنفرجكم على سور مجرى العيون وبنوريكم ان بلدنا فيها حاجات حلوه، وفي ناس عملوا حاجات ليهم هم، وهم راحوا مطرح ما راحوا، وفضلت الحاجات دي لينا احنا. بس احنا في بعض الاحيان ما استفدناش من الحاجات دي. فيا ريت نفكر ان احنا نستفيد منها. اعتقد انه في زي كده مش مئات الاف وملايين البشر عمرهم ما طلعوا سور مجرى العيون، ولا ينفع يطلع على فكره. يعني انت ما تقدرش تجيب ولادك وتيجي تتفسح هنا، لان السور خطر. زي ما انت شايف ده ممكن يكون خطر. زي ما انت شايف المطلع اصلا ما ينفعش. يعني فالحياه وانا قاعد في طبعا ما اعرفش. انا لما كبرت كده انا كنت بقى اطلع اي حاجه عاليه وما بخافش، لكن حصل لما عجزت كده بقيت يحصل لي، يعني لما حتى اشوف مشهد في فيلم في حاجه عاليه ركبي تخبط في بعضها. لكن ما اعرفش، الشغل بيخليني اطلع حاجات غريبه جدا ما كانش ممكن اطلعها، لان من جمال المكان. تخيلت كده ان في المكان ده في مثلا تكعيبه كده معموله خشب حلوه قاعد فيها محمد المخزنجي يكتب، وفي الناحيه الثانيه في رسام بيعمل لوحه حلوه، وفي الناحيه الثانيه في ست جميله كده من الفيوم قاعده بتعمل مشغل اللي شفناه في معرض تراثنا واللي هنشوفه بعد الفاصل.
تخيلت في المكان اللي تحت ده، مكان قاعده فيه كده رقصه بالليل، الحبيتو حي مصر القديمه، يخشوا ومعاهم سندوتشاتهم ومعاهم ميتهم، وفي ترمس فيه شويه شاي، وقعدوا يتعمل ندوه للشاعر الكبير زي جمال بخيت يقول فيه شعر لعشرين مئة واحد، مش ضروري يعني، مش مساله عدد. صوت شاب جديد يعمل حفله صغيره فوق في المكان اللي فوق دوت، ونروح نسمعه ونشوف في امكانياته ايه، واذا عايز مسانده ولا مش عايز. مسابقه ما بين الشعراء الشبان اللي هم من سن مثلا 14 لسن 18 في المكان البديع ده، اللي انا وانا نازل خدت لي حته هدر، لان السلم اتسرق. السلم ده عباره عن حجاره، يعني ما اعتقدش انها حاجه يعني، لكن يعني اهو ده المكان وهذه الدنيا. وزي ما انا قلت في الاخر، ربنا الهمني بكلمه، هي الحياه أن تقبض عليها أو تتركها تمضي، وتضيع منك حاجات كتير حلوة يعني. يعني بس في كمان شكوى كانت جات لي من أخ هناك، إن هو أحلام أسرة صالح، أسرة صالح دي بقالها سنين مشوهم من المكان وقالوا لهم هنديكوا شقة وما ادوهمش شقة. المسألة عند مين بقى؟ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي موصي توصية، والسيد المحافظ بالعرض على السيد دكتور المحافظ موصي توصية، وأحلام أسرة صالح ما بتاخدش حاجة خالص. فإحنا بنناشد مدير مديرية التضامن الاجتماعي إنه يساعد هذه الأسرة اللي بتقول من عام 82 والمحافظة طنشتنا. فنرجو ان اذا كان في حد مهتم بقضايا الناس، من احنا كنا في حي مصر القديمه عند مجرى العيون، يعني محافظه القاهره، احنا مش في الجيزه ما عدناش، بس عايزين نشوف مشكله اسره صالح اذا كان في حد يحب يساعد الناس. لا، اذا كان في حد يحب يعطي الناس حقوقها مش يساعد. نحن لا نطلب، مش بنشحت لأسرة صالح، هم لهم حق. فإذا كان حد يريد أن يعطي الناس حقوقها فليتقدم. ابقى قابلني. طيب. هنعمل فاصل بقى ونرجع إن شاء الله نلتقي بيه الجزء اللي فاضل من معرض تراثنا. وأنا بشكركم جدا جدا جدا، لأني سمعت من بعض الناس إن في ناس راحت النهارده عدد كويس وعملوا رواج في المعرض، وأنا بشكركم جدا، وبشكر الدكتورة نيفين جمال، هي المسؤولة عن الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن مادة يوم. وبشكر الأستاذة شهيرة الرفعي رئيس قطاع الإعلام بجهاز الجهاز اللي هو بتاع اللي مسؤول عنه الدكتورة نيفين، والأستاذ طارق صبور مدير المعارض. الأستاذة شهيرة الرفعي هي صحفية زميلة وماسكة قطاع الإعلام، وامبارح بذلت معانا مجهود، وقفناها كده حوالي 4 ساعات ونص معانا عشان تساعدنا في التصوير. بشكرها جدا، وهي زميلة صحفية، فبشكرها وبشكر كل الناس. بعد الفاصل هيبقى عندنا جزء اظن ان انتوا هتتبسطوا منه ان شاء الله.